كيف أستلذ بالقرآن والأذكار والدعاء وأكون متفائلة وإيجابية. هذا من التعمق والتدبر وتيلسين، جلسات ذكر طويلة، جلسات استغفار طويلة. في ناس تحب تقول عنها تأمل، أنا ما عندي تأمل، أنا عندي رياضة في الـ في الـ في الطبيعة، هذا تأملي. وأنا عندي الجلسة مع الله، جلوس مع الله، هذه من أحلى التأملات اللي ممكن الإنسان، يعني أنت جالسة مع الحبيب. ما أقدر، يعني لازم أكون وياك صريحة، أحيانا الإيمان هذا يطلع وينزل، فتحسين في أيام أنت متفائلة أكثر من أيام، في أيام أنت قوية إيمانيا أكثر من أيام، في أيام الإنسان يجزع، في أيام الإنسان بالعكس يكون قوي. ما تتخيلون كيف أنا، بالنسبة لي أنا أمر في ظروف دائما، وإني أنا أقدر أقوم الصبح وأوعي الناس وأحاول أن الناس تتفائل، لازم أنا من داخلي أنا أحاول أتماثل التفاؤل. حد قال لي تماثل الشفاء، يعني كوني قوية عشان تتشافين، ونفس الشيء تماثل التفاؤل، صدقوني بيستوي. تعلقي بالله، كوني مع الله، من كان مع الله كان الله معه.